اولا كاس العالم اللي هيبقى موجود هيبقى فيه تخمه في المشاهده في المسلسلات، وكمان علشان العمل ربما يكبر على مستوى عالمي وتدخل فيه جهات فرنسيه او بلجيكيه، لانه اخد ليدا ربما يكون هو يعني على قيد الحياه، وهو حي وهو الوريث الشرعي، يعني يكون برضو طرف في هذا الانتاج. فالموضوع يعني بيكبر، فمحتاج وقت اكتر في التحضير والتوسع، فان شاء الله يعني ارجع ل 2015. اما الان دلوقتي تفاحه ادم مع المخرج ان شاء الله علي ادريس في اول مسلسل تلفزيوني لي، واستاذ خالد الصاوي كنجم وممثل قدير طبعا بشارك معاه في عمل جريء وعمل جديد، وبيتكلم عن جزء شائك من حياتنا اللي احنا عشناها في السنين اللي فاتت دول. اضرب البت على فمها تمشي كلبه طول عمرها. انت فاكر نفسك راجل ولا ايه؟ انا راجل وستين راجل. طب اخوها انت ناوي تعمل ايه؟ المزه الجامده دي تحت ضربتك، واحترم نفسك يا سافل. انت مره جلابه. نحن رجال افعال لا اجوال. رجال من النهارده مفيش خط، انا الخط، خرشوفي والقاسي ماشي حافي. دوري ملازم لدور استاذ خالد الصاوي، دور المساعده بتاعته، ملازم له، يعني مساعد بتاعه يعني. فان شاء الله يعني يبقى حاجه مختلفه وحاجه جديده في التلفزيون. حتى الان في كلام على مسلسلين تانيين، لسه ما حسمتش الامر ما بينهم يعني. بالسينما فيلم ان شاء الله وسط هذا البلد، انتاج استاذ الهام شاهين واخراج استاذ محمد ابو سيف، وطبعا بطوله نسائيه جماعيه استاذ الهام شاهين ومدام نيلي كريم وريم البارودي ومدام رجاء الجداوي واستاذ محمود ابيل. المفروض كنا نبدا تصوير قريب، بس نظرا ان ده موسم تصوير المسلسلات ومعظم نجوم العمل مشاركين في مسلسلات ومشغولين، فاظن ان من الحكمه انه يتم تاجيله لحين الانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان.